أعضاء مجلس الأمة مفروغ منها، أعضاء مجلس الأمة الحاليين مفروغ منهم، ما منهم شيء للبلد، مصالحهم الخاصة، يدش حاف يطلع طال عمرك عنده عمارات وعنده يملك ملايين. لا نعطي فرصة للبعض أنه يطعن في تجمعنا هذا. إحنا قلنا، وأنا شخصياً سعيت لاستصدار تراخيص رغم قناعتي بأن تجمعنا هذا وفق الدستور مكفول، ولذلك خلونا أرجوكم نقعد الساعة القادمة بصمت. رسالتنا وصلت، اللي بقلوبكم قلتوه. انت تاخذ وتقسم الكيكه بينك وبين ربعك وبعدين تقول الكويتيين بيفسدون الكويت. لا، احنا نبي تعليم مثل العالم، احنا نبي المطلقه والارمله تاخذ حقها في بيت.